المؤتمر، لكن احنا بنؤمن دايما بمبدا الانجاز في مؤتمر تكامل. فاحنا قلنا ان اول حاجه المفروض تتعمل ان احنا نخرج بمؤتمر يليق بمصر ويليق بان كل التقارير اللي صدرت في العالم بالاخص في امريكا بتقول ان المجتمع المدني هو فعلا المرشح لقياده المجتمعات لاسهاماته في المجتمع. بالتالي احنا اول خطوه ان شاء الله اتمام المؤتمر، التوافق على اسلوب عمل يرضي الجميع ويشارك فيه الجميع، ثم بعد ذلك ان شاء الله هيكون في مشروعات تنمويه تتسم بصفه القوميه ان شاء الله هنقف كلنا خلفها صف واحد ونحاول ننفذها ان شاء الله على اعلى مستوى للنهوض بالبلاد ان شاء الله. تفضلوا. محمد سالم جريده الفريق العدالي. السؤال مكون من شقين، الشق الاولاني هل في يعني رؤيه حقيقيه او خطه على المدى البعيد ان احنا نشوف جامعات او مدارس يبنيها المجتمع المدني؟ يعني مثلا تجربه تركيا فيها 80 جامعه اهليه لمؤسسات المجتمع المدني. الشق الثاني ما مدى التنسيق مع قطاعات الدوله المختلفه الأول رد على حضرتك هو المكان اللي انت قاعد فيه، ان جامعة القاهرة دي عمل اهلي موجود من قديم الازل. العمل الاهلي في مصر زي ما انا اشرت هو له تاريخ طويل جدا، هم مش فترة طويلة جدا، وعندما تحولت الاوقاف الى وزارة الحقيقة احجم الناس عن ان هي تعمل اوقات جديدة وتتبنى هذا الكلام. لما طلع قانون 84 لسنة 2002 حاول ان هو يعني يحل المشكلة بتواجد المؤسسات، ولكن ده مش حل جذري الحقيقة. انما اللي عاوز اقوله لحضرتك ان يمكن في دراسات معمولة ان 27% من الخدمات الطبية اللي موجودة حاليا رغم انتزاع يعني أهمية المجتمع المدني هي تقدم من المجتمع المدني في مستوصفات وجمعيات إلى آخره. فالمجتمع المدني بيعمل دائما. فيما يتعلق بموضوع الاستقطاب والتشاحنات السياسية اللي ذكر قبل كده، يمكن من بداية الثورة سمعنا عن اعتصامات وإضرابات وأشياء كثيرة، لم نسمع في يوم من الأيام خلال السنتين وشوية اللي فاتوا إن في جمعية اعتصمت أو جمعية أضربت عن العمل، بل بالعكس جمعيات كانت بتأكل أكتر وتعالج أكتر وتشتغل أكتر. فهذا المجتمع الصافي النقي لا يجب بأي شكل من الأشكال أن يستغل سياسيا أو أن يمتطى لأي طيار سياسي كما كان يحدث من بالماضي. شكرا. شكرا. تفضلوا. ولكن
الجامعات. برضه رقم ال 40,000 جمعيه ده يمكن كان في مشروع العام الاطلس للجامعات الاهليه في مصر. في كام جمعيه في مصر بتشتغل؟ في كام جمعيه في مصر وقفت او ضعفت؟ هل ممكن انه ده يبقى على اجنده التكامل؟ هل تكامل ممكن السنه الجايه في 2014 تكامل تقول لنا في كام جمعيه في مصر بيشتغلوا؟ مش في كام جمعيه في مصر هو ده ترخيص؟ في كام جمعيه في مصر وقفت او ضعفت بقى بالقانون القديم او بالقانون الجديد؟ اشكركم. دكتور اندريا. حاضر. شكرا. اولا فيما يتعلق بالجائزه هي جائزه رمزيه لتشجيع المجتمع المدني، ودي بدايه، لكن هو ما طرحه الاستاذ نبيل نجيب يتعلق بشروط الفوز بالجائزه، وبالتالي طبعا نتمنى في المستقبل ان يتسع الامر. والسيد الرئيس لما اعلن قال 1,000,000 جنيه كمرحله اولى، احنا كلجنه اللي وزعناها بهذه الطريقه، لكن طبعا تزويد الجائزة في المستقبل قد يكون أمر مهم لتشجيع المجتمع المدني. ده واحد. اثنين، احنا حرصنا في المرحلة الأولى أن الجمعيات المشاركة في هذه المرحلة هي الجمعيات المهتمية بالعمل التنموي والعمل الخيري. العمل التنموي في شقين، في عمل تنموي مباشر وفي عمل تنموي اسمه رايت بيزد ابروتش، أي الجمعيات التي تستخدم المنهج الحقوقي للتنمية. ففي عدد من الجمعيات المدعوة لهذا اللقاء هي التي تستخدم المنهج الحقوقي للتنمية، وبالتالي قضايا حقوق الإنسان مطروحة. لكن إحنا أصرينا وحرصنا من البداية ألا يتم تسييس المؤتمر، وألا يتم تسييس قضاياه، وألا يتم بالزج بالاستقطاب السياسي الموجود الآن للعمل الأهلي في مصر، لأن قوة العمل الأهلي والمدني هي في استقلاله عن العمل الحزبي بوضوح شديد. وبالتالي بهذه الطريقة فكرنا، وهذا المؤتمر هو المرحلة الأولى للإعداد لمراحل ثانية. أما فيما يتعلق بالقانون، كان هناك في المرحلة السابقة عدة درافتس أو مسودات لقوانين. الحق يقال أن أفضل مسودة كانت مطروحة في المرحلة السابقة المسودة التي قدمها حزب الحرية والعدالة. أنا لا لي علاقة بحزب الحرية والعدالة، أنا قس إنجيلي أدير جمعية ماليش علاقة، لكن كواحد أرى القوانين كانت المسودة المقدمة. ليه؟ لأنه جاء في قضية التمويل مثلا، ده في الدرافت اللي كان مقدم من الحرية والعدالة، قال لما يجيلك تمويل من الخارج ما يجيلكش خلال شهر، اختار من حقك تصرف. وإذا اعترضت الجهة المنفذة، الجهة الرقابة يعني وزارة التضامن، يرفع الأمر للمحكمة، وعلى المحكمة أن تبدي قرارا في مدة 15 يوم. يعني الفترة الزمنية لمعرفة قبول التمويل من عدمه حتى ولو راح للمحكمة هي شهر ونص. طبعا المرحلة اللي احنا فيها دي مرحلة صعبة. الآن أول أمس التقى كما أشار الأستاذ حاتم خاطر الاتحاد العام للجامعات الأهلية مع السيد الرئيس، وقد علمنا أن السيد الرئيس، أن مؤسسة الرئاسة تجهز لمشروع قانون للجامعات الأهلية. كما سمعنا من السيد الرئيس أنه أكثر شمولا وانفراجة من القوانين المطروحة، وبالتالي هذا مطروح أننا في هذا اللقاء سنؤكد على أهمية هذا الأمر. طبعا تكبيل المجتمع المدني معناه خسارة كبيرة لمصر. إطلاق المجتمع المدني مع الرقابة، نحن مع الرقابة، لا نريد تمويلا أجنبيا دون رقابة، نريد رقابة ونريد شفافية، لكن أيضا نريد حرية. مزج الرقابة بالحرية قد يعطي فرصة للمجتمع المدني في التقدم. تفضل. السلام. مناقشة قضايا أساسية قهرية حضرتك شرط ليها مع
اسرائيل تاني اللي استاذ حاتم وانا بفهم صوته يعني المؤتمر، وعايز اساله عن ما بعد تكامل بالنسبه للاتحاد، استراتيجيه الاتحاد في مواجهه مشاكل العمل الاهلي. اذا كان الاستاذ حاتم بيتكلم عن انه ما ظهرش مؤتمر المدن الاهلي في مصر، قدمت جهود عظيمه وكبيره مع كل المعوقات. طيب دلوقتي في رؤيه حوالين القضاء على المعوقات دي، استراتيجيه الاتحاد ايه للتعامل مع ما بعد ازاله المعوقات؟ شكرا. الدكتور محمد سرشتي رئيس لجنه البرنامج. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حضراتكم المناقشات الممتازه والافكار الكثيره التي طرحت خلال اسئله حضراتكم تعكس مدى الاهتمام الذي يجب أن يناله المجتمع المدني، ويوضح الكم الهائل من الأفكار ومن الرؤى ومن المشروعات ومن الأطروحات التي يمكن أن تثري العمل الأهلي في مصر في المرحلة القادمة. هو ده الحقيقة اللي دفعنا، وبمبادرة سيادة الرئيس الدكتور محمد مرسي مبادرته للدعوة لهذا المؤتمر والمعرض والجائزة، تعكس اهتمام القيادة السياسية بتمكين المجتمع الأهلي والجمعيات الأهلية من أداء دورها الخيري والتنموي. ممكن أطرح على حضراتكم المحاور الرئيسية للمؤتمر تدي لحضراتكم الفكرة التي تسيطر على هذا البرنامج وهذا المؤتمر والمعرض. المحور الأول هو تعظيم دور المجتمع المدني والأهلي في بناء مصر الحديثة في المرحلة القادمة. وهذه الأدوار يعني طبعا بتشمل الجوانب الخيرية، ثم الجيل الجديد من الجمعيات الأهلية بيركز على القضايا التنموية الرئيسية لمصر، مثل التعليم، مثل الصحة، مثل المشاريع، مثل المشاريع القومية، مثل المشاركة في وضع الخطط القومية لمصر في المرحلة القادمة. المحور الثاني للمؤتمر هو المحور الخاص بالمرحلة الجديدة اللي بيرسي لها سيادة الرئيس محمد مرسي في مرحلة ما بعد الثورة المصرية العظيمة، أن توجد شراكة حقيقية بين الأجهزة الحكومية الرسمية التي تقوم بأعمال التنمية وبين الجمعيات الخيرية. وطبعا الجمعيات الأهلية لها زي ما الدكتور حاتم أشار لها دور كبير في عملية التعليم، لها دور كبير في مجال الصحة، لها دور كبير في مشاريع الشباب، وكلها يجب أن يتم بتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات والقدرات المتاحة لدى الجمعيات الأهلية ولدى المؤسسات الأهلية. فإحنا بنتطلع إلى شراكة حقيقية بين الجمعيات وبين الأجهزة الرسمية. المحور الثالث للمؤتمر هيغطي التشريعات والتحديات التي تواجه الجمعيات الأهلية حتى تستطيع أن تقوم بدورها الفعال في المرحلة القادمة. هيعقب الجلسات الرئيسية للمؤتمر هيبقى في جلسات حوارية، عندنا جلسات حوارية
بنرجو وبندعو الجميع للمشاركة في هذه الجلسات الحوارية التي تغطي 3 محاور للمؤتمر لطرح كل الرؤى وكل الأفكار وكل المقترحات من السادة الحاضرين، وإحنا بنأمل أن يكون عندنا حضور حوالي 2500 شخصية تمثل الجمعيات الأهلية والشخصيات العامة بما يسري الحوار وبما يسري في وضع رؤية مستقبلية للمرحلة القادمة لبناء مصر بالتعاون بين الجمعيات الأهلية والأجهزة الرسمية الحكومية. شكراً شكراً. لا ما زال الدكتور حاتم. يا واحد عشان في جزء من السؤال الأسئلة هيجاوب عليها الأستاذ حاتم. يا شباب لو سمحتم الصوت أكرمكم الله. شكراً دكتور هاني. أنا حابب أرد على الزميل العزيز اللي أشار إلى عدم وجود تصريح من الاتحاد، هو فين؟ أنا مش شايفه. الأستاذ الزميل اللي سأل على إن إحنا ما أعلناش موقف. طيب تمام. طيب أنا طبعاً يعني أحب إن أنا أقول لحضرتك إن يعني أنا شخصياً أعلنت موقفي من قبل تعييني في الاتحاد، سواء داخل مجلس الشورى أو في جلسات في جمعيات، إن عندي تحفظات كثيرة جدا من قبل تعييني عشان نبقى برضو منصفين. وده الحقيقة كانت بالنسبة لي شيء جيد جدا إن أنا يتم تعييني رغم المعرفة بموقفي من القانون، فده كان الحقيقة كانت رسالة إيجابية. بعد تعييني تم إعلان في كافة الوسائل الإعلان اللي كانت بتتكلم معانا على هذا الموضوع. يجوز يعني يمكن حضرتك مش فاضي تتفرج على التلفزيون، ربنا يعينك. ففعلا احنا اعلنا الاتحاد العام قبل حتى ما المجموعه اللي تخش فيه كان له مشروع من قبل الكلام ده موجود، وراح وزاره العدل والى اخره. فموقفنا من القانون معلن للجميع، يعني في جميع وسائل الاعلام وفي مجلس الشورى الى اخره. بالنسبه للسؤال الاخ العزيز، ما بعد التكامل؟ ما بعد تكامل يعني سيحدده ايضا القانون، لان النهارده المجتمع الاهلي اذا لم يتم تنظيمه واذا لم يتم احترامه من خلال الكيان المنظم اللي هو الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهليه، اذا احنا بنهمش وبنطغى على المجتمع الاهلي. في دعوه للاسف في البعض بيثيرها ان يكون الاشتراك في الاتحادات النوعيه والاقليميه والاتحاد العام، لان هي دي الكيانات المنظمه. يعني يا جماعه احنا لازم نفهم حاجه مهمه قوي، فارق ما بين الحريه والفوضى. العمل الاهلي عمل تطوعي، لا يستطيع احد باي شكل من الاشكال ان يجبر احد على عمل جمعيه. للاسف كان احيانا كانت الحكومه بتعمل جمعيات في العهد السابق ونعلم هذا. لا يجب أن يكون في إجبار على أن تشهر جمعية، ولا يكون هناك إجبار على انضمام أي شخص ما على جمعية أو تركها. لكن ونس مجرد ما أنا انضميت لجمعية أو أشهرت جمعية، إحنا في دولة يعني لازم في تنظيم، وده موجود في العالم كله. فهذا التنظيم يخلينا نشوف بعض، زي ما تقال برضو كذا حد قال كلمة تشبيك. إزاي النهاردة تطلب مني كاتحاد عام أنظم من لا أراهم؟ يعني عاوز اقول لكم رقم مفجع. الرقم المفجع ان مصر تقريبا فيها 45,000 جمعيه، اللي مسجل في الاتحاد العام 1000 من 45,000. فتقول لي نظم ايه؟ انا مش شايفه اصلا. اللي شايفه الجهه التنفيذيه، السلطه التنفيذيه، وده طبعا هي لازم تشوفه برضه لان هي لازم تراقبه. بس انا النهارده كمجتمع مدني لازم المجتمع المدني ياخذ زمام اموره بايديه. لا يجوز ولا يعقل ان طبيب يمارس مهنه الطب دون ان يسجل في نقابه الاطباء، وهي نقابه تطوعيه مش حكومه. فهناك فارق ما بين ان طبيعتنا طبيعه تطوعيه ودي حقيقه،
وما بين أن يكون هناك نظام ويكون هناك دولة. شكرا. بعد استضاحات وأسئلة حاضرة. يعني في إطار فك الاشتباك حوالين القانون، أنا برضو حابب أن أنا أوضح بالإضافة لقال الأستاذ حاتم بعض الأمور بالنسبة للقانون. أعتقد أن لا نتحدث عن قانون واحد، يعني يبدو أن الناس شافت، كل واحد شاف درافت فمن إخوة يعني سواء تحدثوا أو كده، إحنا قدام أكتر من مسودة، وده العمل الاشتباك. عمل مسودة دخلت على مجلس الشورى، كان في مسودة من وزارة الشؤون الاجتماعية، كان في مسودة من وزارة العدل، وأخيرا في مسودة هتدخل من رئاسة الجمهورية على مجلس الشورى. أعتقد سابق لأوانه شوية إن إحنا نتحدث عن الصورة النهائية لدرافت معين. إحنا ننتظر أعتقد، وكلام للأخ اللي سأل السؤال، ننتظر حتى تخرج أو تدخل عفوا المسودة النهائية لمجلس الشورى. إن أنا في بعض التسريبات أعتقد إن أكون في غاية الحرية، وحتى هتفض هذه التحفظات اللي قالها الأستاذ حاتم. مثلا الاتحاد العام سيكون كله بالانتخاب وليس بالتعيين، زي ما الموجود الحالي 11 بالتعيين و19 بالانتخاب. فأعتقد ده خطوة لإطلاق حرية المجتمع المدني، كذلك حرية تلقي وجمع التبرعات من مصر ومن المصريين خارج مصر، كما أعطينا حق التصويت للمصريين المقيمين بالخارج بعد الثورة، أعطيناهم حق المشاركة والتبرع للجمعيات الأهلية الموجودة في مصر، ودي أعتقد نقلة نوعية في تاريخ القانون المصري. كذلك شكرا دكتور هاني. الدور السموث باور، لان احنا يكون عندنا قوه خارجيه. مصر دوله ليست دوله داخل حدودها لكن متعديه لحدودها، ان احنا يكون عندنا جمعيات اهليه غير حكوميه تساعد وتشارك بالاغاثه او بالتنميه في بلاد اخرى وليكن حوض وادي النيل. برضو النقطة اللي أحب أشير إليها في الدرافت، تسريبة الدرافت، أن صندوق دعم الجمعيات، وده خبر أعتقد حاتم يسر جدا، صندوق دعم الجمعيات سيكون على رأسه الدرافت دون رئيس الاتحاد العام للجمعيات. فكل ده حاجات إطلاق لحرية العمل الأهلي والتمويل داخله داخل مصر. شكرا. اطلعي اطلعي، خش خش خش، ايوه كده. حضرتك في ظل الوضع الراهن يا فندم، كان في صوره ذهنيه مشوهه لمؤسسات المجتمع المدني، ازاي تكامل هتغير الصوره الذهنيه دي؟ اعتقد الكلام اللي اتكلم عنه اخونا الدكتور اندريا زكي هي الخطوه الاولى في تحسين وازاله هذه الصوره. دكتور أندريا زكي اتكلم عن وحدة وطنية تبدأ من خلال هذه المؤسسات، ليس عراكا سياسيا لمن يريدون السلطة. احنا بدأنا هذه المسيرة منذ أو يناير في هذا العام. في هذا المجال كل هذه الجمعيات أصبح هدفها فقط مصر، وليس لأحد، وليس هدف آخر غير هذا الشيء. فلذلك نثمن على ما قال الدكتور أندريا زكي، ونقول نحن مع تجربة فعلا حقيقية، فعلا إيجابية، فعلا تعايش وتكامل وتضامن وتدافع لبناء دولة مصر المدينة الحديثة. آخر سؤال، آخر سؤال، أنتم ما كنتوا شرفين لكم من زمان، كلكم رفعتوا مرة واحدة؟ والله؟ والله؟ طب أنا حقيقة هعمل حدي بادي، عارفين حدي بادي؟ طب اخر سؤالين، واحد من ناحيه دي واحد من ناحيه دي. اتفضل حضرتك، وتفضل حضرتك، اقف ورا بقى عشان نخلص. يعني سلام مأمون نذير، ممثل القيادة العربية لخدمة المناطق المدربة كمان. وسؤالي لك منظمة، هل من حق أي جمعية أو مؤسسة حضور أعمال المؤتمر، وخصوصاً إحنا عارفين إن عندنا أكثر من 45,000 جمعية مشاركة في مصر، وكيفية عرض اللغة المختلفة للجمعيات أثناء المناقشات؟ شكراً. طيب. أنا بس واقف زي الإيه العطاش بكده، مش كده؟
لا ربنا يكرمك انت يا استاذ دكتور هاني. طبعا بالنسبه للمشاركه الساده الاعلاميين الجمال، بالنسبه للمشاركه ده سؤال مهم قوي الحقيقه. احنا تم الاعلان في الصحف للي عاوز يشترك يتفضل. احنا طبعا العدد محدود، احنا برضو حاولنا بقدر الامكان ان احنا نسيب مساحه للاتحادات النوعيه والاقليميه علشان دي برضو كانت مهمه همشت ايضا كثيرا. فالكلام كان موجود. انا ما اعرفش لجنه المشاركين يعني طبعا اللي عاوز يتفضل بان هو يبعت، ما اعرفش في اماكن ممكن حد يعتذر ممكن حد كذا يتفضل يبعت على الويب سايت او الاشتراك اللي منشور. الحاجه المهمه جدا جدا بقى اللي عاوز الساده الاعلاميين ينشروها ان المعرض هيبقى مفتوح من بعد الساعه 1 ظهرا للجمهور. اللي عاوز يتعرف على شغل الجمعيات الجاده اللي شغاله على اي مكان جغرافي او قطاع نوعي يتفضل بزياره المعرض اعتبارا من الساعه 1 للساعه 7 مساء تقريبا. فده اتمنى ان الرساله دي توصل من خلال حضراتكم للعامه، لان احنا عاوزين نساعد ونشجع الناس كلها ان هي تتعرف على الجمعيات وان هي كمان تروح تشهر جمعيات. انا بحلم ان كل شارع في مصر يبقى فيه جمعيه زي ما موجود في العالم كله. احنا النهارده عدد الجمعيات اللي موجوده في مصر 45,000 جمعيه اللي الناس مستكترهم علينا، واحنا 90 مليون يعني معدل جمعيه لكل 2000 مواطن. احنا في فرنسا عندهم 1,000,000 جمعيه على 60 مليون مواطن، يعني معدل جمعيه لكل 60 مواطن. الهند عندهم جمعيه لكل 350 مواطن واحنا عندنا 2000. فاحنا عندنا لسه مساحه كبيره جدا 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 للي عاوز يشتغل في اي حته في مصر في اي حاجه. المهم يشتغل باسلوب مؤسسي وباداره جيده. شكرا. اتفضل حضرتك سؤال. محمد محفوظ مذيع برنامج بطولة مصرية على قناة الناس. يمكن في برنامجي قبل السابق كنت بقول ان ما زال المواطن المصري هو اضعف سلعة توجد داخل مصر، وللاسف ما زلنا نشعر ببعض من هذا الشعار يعني. ويمكن كان في احد لقاءاتي مع الحاجة صالحين عندها حوالي ما يقرب من 70 سنة، ولقيت في اخر مرة يومي اكلت فيها لحم عيفة فبتضحك، بس ضحكة تحمل كل الأسى وكل الحزن يعني. فكل والله يا ولد من عيد التغيير للعيد التغيير بتاكل اللحم او تشوفها. طبعا الوضع كان صعب جدا قبل الثوره، فدور المؤسسات المجتمع المدني والتنمية الخيرية والمجتمعات الخيريه، انا شايف ان هل الرئاسه يعني قبل الثوره بيقول 30 سنه هل حسني مبارك كان بعض الناس بيقولوا انه لا يشعر بما يشعر به المواطن البسيط اللي هو عايش تحت الارض. عايز اعرف دور المجتمع المدني النهارده في توصيل الرسالة الصريحة والحقيقية بدون تزييف أو تجميل للرئيس مباشرة. شكرا. ما فيش شك إن الفقر والبطالة في مصر في المرحلة الراهنة أمر من الأمور المفزعة. إحنا تقريبا عندنا حوالي 40 مليون فأكثر يعيشون تحت 12 جنيه في اليوم، وده مبلغ زهيد للغاية، وارتفاع نسبة البطالة وغيره. المجتمع المدني المصري سيكون شريكا حقيقيا في الإسهام التنموي والاقتصادي في مصر. ده بيتطلب كما أشار الدكتور وائل إلى بيئة تشريعية صالحة، ونحن ننتظر أن القانون المقدم من رئاسة الجمهورية يكون أو يمثل هذه البيئة الصالحة الحاضنة للمجتمع المدني لإطلاقه. أنا قلت وأقول الرقابة ضرورية، لكن إطلاق المجتمع المدني مساوي للرقابة. فنتوقع مع قانون جديد يتسم بروح الثورة، مع دور جديد للاتحاد، مع دور جديد لتكامل، أن تكون هناك دفعة حقيقية للتعامل مع احتياجات الفقراء.
لكن احنا في لقائنا مع السيد الرئيس اول امس هو اشار بوضوح ان المجتمع المدني يجب الا ينسى فقراء مصر. وانا اتصور انه الثوره ربطت الحريه بالكرامه، والحريه ان لم تكن اقتصاديه لن تكون سياسيه، وبالتالي نريد حريه اقتصاديه لانها تؤدي الى حريه. We'll be right back.